قالت الواشنطن بوست أن البحرين تمتلك أدلة على أن اعترافات انتزعت تحت التعذيب من البحرينيين المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، ورغم ذلك ما زالت أحكام الإعدام عليهما قائمة. وخلصت إحدى الهيئات الرقابية الحكومية في البحرين للمرة الأولى إلى أن المحققين ربما استخدموا الإكراه البدني لانتزاع اعترافات من السجينين، ما دفع المحكمة إلى إلغاء أحكام الإعدام عنهما. لكن محكمة أخرى أعادت النظر في القضية هذا العام وثبتت حكم الإعدام على الرجلين المتهمين باستهداف ضباط شرطة بقنبلة وقتل أحدهما. ومن المقرر أن تعقد محكمة في البحرين غدا الاثنين جلسة استماع نهائية قبل تنفيذ أحكام الإعدام. وفي مكالمة لزوجته من السجن قبل أسبوع، عبر محمد رمضان عن ضيقه مما يسميه نشطاء حقوق الإنسان إسقاط العدالة، وقال إن هناك صورا وتقارير طبية وإفادات شهود تثبت أنه تعرض للتعذيب، مضيفا: خضعت لمحاكمة زائفة وموتي سيكون غير قانوني، ومع ذلك فرض بموجب القانون. وفي نفس الموضوع قالت صحيفة التايمز البريطانية إن النائب في مجلس العموم البريطاني بيتر بوتوملي كتب إلى وزير الخارجية دومينيك راب يحثه على التدخل في قضية المواطنين البحرينيين المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى قبل الجلسة النهائية لمحكمة التمييز البحرينية المزمعة الاثنين. وأوضحت الصحيفة أن وزير الدولة في الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد أكد أن الحكومة ستبدي معارضتها في حال تثبيت الحكمين، مقرا بأن المنامة لم تسمح للمسؤولين في السفارة البريطانية بحضور جلسات المحاكمة. واعتبرت الصحيفة أن وزير الخارجية سيلقى مزيدا من المساءلة في البرلمان، خاصة بعد التناقض في موقف حكومته التي أعلنت فرض عقوبات جديدة على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تتغاضى عن الانتهاكات الواضحة في البحرين وفق الصحيفة.